ما بيتأخرش ولا فهمته ثانية. يلي انت بتظنه متأخر، يلي انت بتظنه ان الامر خرج بره الدايرة بتاعته وبره ايده، هو لسه كلية السلطان. الله كان صامت لمدة 400 سنة، الله كان صامت لمدة 400 سنة منذ ختام العهد القديم حتى بداية الجديد، حتى مجيء المسيح. ونظن ان الله كان صامت، لكن الله كان في الفترة دي كان بيعد الشعب لاستقبال المسيح المخلص. يتقال في غلطية 4:4 آية رهيبة جدا، بيقول ايه؟ لكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. لما جاء ايه؟ ملء الزمان. الله عنده وقت مناسب للأمور، هو ما كانش صامت في الموقف ده. موقف تاني نلاقيه في سفر أيوب، أيوب بقى الحتة كلها التركة كلها في الصمت الإلهي دي جات. في أيوب الإصحاح 23 نتفرج على اليأس اللي أيوب حس بيه وشعر بيه. ما كانش قادر يجد الله ولا شايفه ولا عارف يسمع منه. بيقول إيه أيوب؟ كلمات تفسر حال كل واحد فينا بيعاني من الصمت الإلهي. بيقول إيه في أيوب 23 آية 8 وآية 9؟ بيقول ها أنا أذهب شرقا فليس هو هناك، وغربا فلا أشعر به. أروح في الشرق مش لقيه، وفي الغرب مش حاسس به، شمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه، صحراء مش شايف أي حاجة. صمت إلهي رهيب. في الآخر في أيوب 42 يقول إيه؟ قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنا بحكيك بس المواقف ديت عشان تشوف هو الله بيتعامل إزاي. ده موقف خطة الخلاص بتاعته كلها، فضل صامت 400 سنة وبعد كده جه في ملء الزمان، ما بيتأخرش ولا فهمته ثانية. يلي أنت بتظنه متأخر، يلي أنت بتظنه إن الأمر خرج بره الدايرة بتاعته وبره إيده، هو لسه كلية السلطان. في أمر أيوب، أيوب زي الحال بتاعنا بالتمام، فوق مش لاقيه، تحت مش لاقيه، شرق مش شايفه، في الغرب مش سامعه ولا حاسس بيه، لكن في الآخر الله يتعامل معه. عارفين قصة أيوب الشهيرة. نيجي نبص على أبو الآباء إبراهيم، تعامل مع صمت الله في الأمر اللي بيتعلق بتقديم ابنه الوحيد إسحاق. شوف الأوردر بتاع الله ليه كان شكله عامل ازاي في تكوين 22 آية 1 وآية 2. بيقول وحدث بعد هذه الأمور إن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، اذهب إلى أرض المورية وأسعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. خد أوردر إن ياخد إسحاق ابنه ويقدمه ذبيحة محرقة، وخد إسحاق وإيه ومشي في الطريق ده. بعد كده بيقولك في الآية 4 بعدها بآيتين على طول بيقولك وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر موضع من بعيد. مشي 3 أيام. كان شكلك عامل إزاي؟ كانت نفسيتك عاملة إزاي وإنت واخد ابنك علشان تقدمه ذبيحة؟ 3 أيام أنا أعتقد منهم همش 72 ساعة بالكمال والتمام. كان شكلك عامل ازاي؟ وأطاع حتى الموت، أكيد يجي له الصوت ويخلص الأمر ده كله. ده الحتة بتاعت إبراهيم وإسحاق. أمر تاني في حتة يوسف. يوسف إخواته باعوه كان عنده 17 سنة، أوكي؟ مسك الحكم وأمر القضية دي كلها وعنده 30 سنة. قعد 13 سنة في مزلة وهوان. وأعتقد يوسف من القصص إن ده صمت إلهي برضو رهيب. أنت فين يا رب؟ أنت فين يا رب؟ جيت لكم بس آية صغيرة في قصة يوسف ديت موجودة في تكوين 40 آية 23. بيقول لك قصة في آخر تركة بقى لما هو إخواته باعوه وراح مع امرأة فيتوفار وبعد كده اتحبس وبعد كده الأمور تتدبر إنه جه رئيس الخبازين ورئيس السقاة يحصل أمر معاهم بينهم وبين الملك وبين فرعون فيتسجنوا تحت وبعد كده يحلموا حلم فيوسف يفصل ليهم الحلم وبعد كده يوسف يترجى رئيس السقاة قال له
انت لما بفتكرني لما تطلع من هنا عند ايه فرعون وعند الملك ان انا هنا يعني افتكرني بقى طلعني من هنا. وبعد ما خلص القضية دي كلها والقصة دي كلها كان عنده كم سنة في الوقت ده؟ هو كان 17 سنة وبعد كده كان عنده 28 سنة في الوقت ده، يعني 11 سنة مزلة وهوان، وبعد كده بدأ يشم نفسه ان الامر ايه هيخلص. عشان بس احنا انا بحكي بس القصة دي ان كلنا دقين نفس الامور وانا قبليكم. بدأ يشم نفسه اخيرا انا فسرت الحلم والحلم هيتم والامور هتتم والله اعلن ليا، فخلاص هيطلع يوم يومين وايه هينادوني من هنا وهيحطوني في مكان كويس. اعتقد ده كان شعور يوسف زي اي واحد فينا بتجيله يعني لمحه من الامل، لمحه من الامل، لمحه من الرجاء، الامور خلاص هتتحل. يقول لك ايه في تكوين 40 ايه 23، ولكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف بل نسيه، نساه. يقول لك بعد كده ايه بعد سنتين من الزمان يفتكر الامر ده. ايه النسيان ده؟ سنتين تانيين، طب انت يا رب فين من الامر ده كله؟ هو انت ليه ناسيني السنين دي كلها؟ طب يا رب ما انا هو انا مش ابنك؟ ده بيقول لك كان يعني يوسف ده كان من الناس اللي كانوا مع الله، كان من رجال الله. طب انت ناسيني ليه؟ انت ناسيني ليه كده؟ ايه الصمت ده يا رب؟ يا رب ما هو انا لو ابنك ما كنتش هتصمت كده. انت ليه سنه ورا سنه سنة ورا سنة وشهر ورا شهر؟ ايه السحرة دي؟ ايه يا رب الصمت الرهيب ده؟ يا رب انا عندي حق انه سيبك. حالك افكارنا بتقول كده، يا رب انا عندي حق وانت عملت لي ايه عشان امشي وراك؟ عملت لي ايه يا رب عشان اكمل معاك السكة؟ عملت لي ايه يا رب علشان اعبدك؟ عملت لي ايه يا رب عشان احبك؟ دي الامور كلها مش افضل حاجة. شوفوا عمل ايه في قصة خلاصه. كم بس أربع قصص أو ثلاث قصص، لكن الكتاب مليان قصص كتير قوي. شوف عمل إيه مع أيوب، نفس الحال بتاعنا. شوف عمل إيه مع إبراهيم، نفس النفسية. لو حد فيكم متجوز ومخلف هيحس إن قد إيه الأمر ده مميت، صعب جدا. يعني تخيل معايا لو عندك ابن أو بنت وجالك الأوردر الإلهي ده، بس إبراهيم أطاع. والآخر قصة يوسف 13 سنة مزلة وهوان وخزي وخيانه من اقرب الناس ليه من اخواته. كانت ايه نفسيتك؟ بتفكر ازاي؟ بتتحرك ازاي؟